Dr. Ahmed al-Nu'aynah, for those of you that might not be familiar with him, is the Grand Qadi of Egypt. And after you hear his recitation, you will understand why. Allah subhanahu wa ta'ala truly has given him a blessed voice and a blessed ability. This is a position and a rank that not many people are able to achieve. Allah subhanahu wa ta'ala has truly blessed him and blessed us because of his presence this evening. So we would like to thank him. فَلْيَتَفَضَّلْ مَشْكُورًا مَعْجُورًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب كما بدانا أول
لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقيهم الملائكة لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقيهم الملائكة وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم فهل أنتم مسلمون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحي إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر ومن القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين وإن أدري لعله فتنة
لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون يا أيها الناس اتقوا ربكم الساعة شيء عظيم إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون يا أيها الناس اتقوا ربكم زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل
حملها وترن وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور
وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم لكم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النافثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب
المتقين. صدق الله العظيم. الفاتحة. جزاك الله خير وفتح الله عليك شيخنا المبارك. So the Sheikh, he started his recitation from the end of Surah Al-Anbiya and into the beginning of Surah Al-Hajj. What really stands out in his selection of those verses is how Allah subhanahu wa ta'ala, he's telling the Messenger sallallahu alayhi wa sallam to relay a few things. The first of them is what is to happen in the future with the people of paradise and how they will succumb to no fear. And then he Azza wa Jal mentions the past, and when talking about the Zabur and the scripture and how these individuals who believe will inherit the earth. So it is a glad tiding for the people who believe that they will enter paradise, and it is a glad tiding in this world that they will be the inheritors of this earth. And then Allah subhanahu wa ta'ala, he closes this set because he had spoken about the future and he had spoken about the past. And then he says, مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, that I have not sent you except as a mercy for all of mankind. So here he Azza wa Jal is giving the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam some of the knowledge of the future, some of the knowledge of the past, so that the people have no excuse except to believe in him. And then the verses go on to talk about those individuals who disbelieve. At that point, they have no excuse. Allah subhanahu wa ta'ala has given through this messenger, who in himself is a rahmah, who in himself is a mercy, all of the information that they need in order to be guided and come to the truth. And if they do not accept that, and if they refuse that, they have no excuse. And then continuing on into the beginning of Surah Al-Hajj, what happens to the people who do not believe? In the signs on the day of judgment, and how a woman will lose her burden, and how the people will seem as if they are drunk, be out of the immense fear that they're in. Then after that, the Shaykh, he recited Surah Al-Duha and then Surah Al-Sharh. Surah Al-Duha is a reminder to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam that he did not leave him. And when he was alone, and when he was lost, and when he was in need, Allah continued to provide for him. And this is a huge lesson for us. For many times we worry and we fear, what is going to happen tomorrow? Well, who is the one that has taken care of us up until this point? And this is something that Allah subhanahu wa ta'ala reinforces and energizes the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam with. And the same thing is reinforced again in Surah Al-Sharh, where Allah subhanahu wa ta'ala has reinforced him and given him this support. And there, and because of that support that he has received, he sallallahu alayhi wa sallam should be thankful for that. And we, even more so, that Allah subhanahu wa ta'ala has not only guided us, has not only blessed us, but he has given us that gift in the form of a mercy, which is Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Then the next ayah, that the next surah that the Shaykh recited, and please correct me, I hope I remember the order correctly. He recited Surah Al-Kafirun. Al-Adiyat, Jazakallah khair, Al-Adiyati Dhabha. And in Adiyat, there are a few things here that Allah subhanahu wa ta'ala discusses. He discusses, number one, the middle of war and battle. And then he talks about man's love for wealth. And if we look, that these two things are usually connected. The one who wants to fight in battle, why is he fighting? What is he seeking? He's either seeking glory or wealth. And in that, Allah subhanahu wa ta'ala is reminding us that all of our actions, so if your intention is not correct, all of your actions will be brought forward to him when the graves are erupted on that day. After this, the Shaykh, he recited Surah Al-Kafirun, and Surah Al-Kafirun is a huge benefit for us in that there are some people who will not receive the message, there are not some people who will engage with us, and that's completely fine and that's completely acceptable. I am upon my religion and you stay upon your religion, and it is okay for us to disagree in that matter. Then after that, the Shaykh, he ended with the three last qul, qul huwa Allahu ahad. As we all know, these describe very unique and specific characteristics of Allah subhanahu wa ta'ala, and how he is self-sufficient, how he is not in need, and how he, Azza wa Jal, stands alone. And then in Surah Al-Falaq and Surah Al-Nas, both of these are seeking refuge in Allah subhanahu wa ta'ala from what? In Surah Al-Falaq, where we seek refuge from Allah subhanahu wa ta'ala in those things that we cannot see.
And in Surah An-Nas, seeking refuge in those things, even if we can, and we deal with the other people that are around us. And then the Shaykh ended with Surah Al-Fatiha, which is the greatest surah of the Quran, and beginning and going into the beginning of Surah Al-Baqarah. And this is the last of the benefits that I have to share that I could remember. Jazakumullah khair. Wa barakallahu feekum.